انت شايف ان السوبر ممكن احنا عندنا خبر ان ادارة الزمالك يعني في مقتنعين قوي بيه، وفي اللي هو لا انا لسه مش مقتنع بيك، او بتكلم عن جوميز طبعا، ويقال ان ماتش السوبر ممكن يكون ليه دور في مصير جوميز، يعني بمعنى انه لو خسرت وشكلك حلو خلاص الدنيا ماشيه تمام، كسبت طبعا شابوه، لكن لو خسرت وشكلك وحش وعندك اخطاء والدنيا فيها قلق ممكن جدا لا يأثر على هو لو المستقبل. خسر 2-0 او 1-0 او 2-1 لا عادي هتمشي، انما لو خسر 4 فيما فوق لا هيمشي على طول. هو ممكن يخسر 4 فيما فوق؟ لا مش ممكن، ده اول نص ساعه الزمالك لو عدى من ما دخلش فيه حاجه اول نص ساعه بسرعه الاداء بتاعت النادي الاهلي ممكن يكمل، انما لو انا بقول لك اول نص ساعه الاهلي بسرعه الاداء والزمالك بالتقل اللي هو فيه لا الاهلي ممكن يسجل هدفين في اول نص ساعه، ولو ده حصل مع الزمالك هتبقى مشكله كبيره. بس خلي بالك الفرقة دي هيدخل عليها الصفقات، يعني في محمد حمدي هيدخل في الشمال ومعاه بنتاي، بتكلم على السوبر اهو السوبر هيدخل هيخشوا موجودين في السوبر، وده غير انه اللي جاي حتى مرهق زي زيزو هيرجع فورمة، التشكيلة اللي لعبت فيها لعيبة تقايل زي ناصر ماهر زي دونجا زي الجزيري زي مصطفى شلبي زي تعجبني بقول لك، حلو. فانت برضو في اسماء حتى لو كانوا وحشين قدام الشرطة الكيني، بس برضو لسه الزمالك فيه هو خبرات ليهم زائد أسامي الكام طبعا، صفقة اللي جت جديدة ممكن الدنيا تمشي. أنا لسه ما شفتش صفقات جديدة، أنا شفت زمان واحد اسمه أجوجو قعدوا استقبلوه الله يرحمه الله على يرحمه صلاح طبعا. سالم والمهدي المنتظر جه، وأجوجو أجوجو ما جابش كورنر، فأنا مش هتكلم على الصفقات الجديدة لما أشوفها في الملعب، أنا خليني في الصفقات الموجودة أسامي كويسة جدا. بص على نص الملعب يا كابتن بتاع الزمالك مين ومين؟ عبد دونجا الله السعيد، والسعيد دونجا وناصر وناصر، ماهر. حلو؟ مين اللي كفحتاجي فيهم؟ دونجا، حلو، بص على الناحية التانية الأهلي إمام مروان عاشور مروان ومروان وأكرم وإمام، التلاتة الثلاثة بياكلوا إيه؟ الثلاثة. بياكلوا الرجلين، حلو؟ وفيهم لعيبة كورة زي إمام، حلو؟ إن الزمالك عنده عبد الله وناصر لا لعيبة كورة بيكلموا بس دفاعيًا لا انسى. هيقطع ولا هيضغط لا ولا لا 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 هيزق ولا تفهمني؟ هو ولا دونجا بس. هيغطي على الباك بالظبط، فهي دي هنا الحتة دي. بص على الفراود، اه قدام زيزو ناحيه اليمين عند الزمالك، اه في عندك بيرسيتاو، في عندك حسين الفيرود الجزيري، انت عندك مثلا وسام ناحيه الشمال، آه يوسف شلبي، مصطفى شلبي. مصطفى شلبي، انا عندي اصل لعيب في مودرن عندي اسمه يوسف لعيب مصطفى كويس شلبي فبعرف شمال اظبطه ده، اه وزيزو. وزيزو هنا. انت الناحيه الثانيه عندك حسين، هي الليله كلها في نص الملعب، ثلاثه بتوع نص الملعب هم اللي هينجحوا اي فرقه. فالزمالك اه عنده اسامي بس ازاي يواجهوا الاهلي؟ هو اللي انا فهمته من كلامك يا كابتن عبد الجليل ايوه انه الاهلي ومعاه هو معاه الكوره خطوره، جدا يعني الزمالك طول ما الاهلي حارمه من الكوره في خطر عليه، الزمالك هو معاه الكوره هو لعيبه كوره بس هيبقى في ضغط وهيبقى في قطع وهيبقى في تخبيط من الاهلي، على عكس بالظبط الاهلي لو معاه الكوره هيكون هيبقى في سهل اريحيه ان شويه هم في يروحوا على برافو الزمالك. عليك يا دكتور في يعني هو اريحيه ان يوصل ده تبسيط كده جدا للشرح بتاعك. جدا عشان الزمالك يوصل هيوصل بصعوبه لان الشطاره اللي محطوطه تقال دفاعيا. ناصر لعيب كبير، عبد الله لعيب كبير، دونجا هيحارب كله، بس انا بكلمك قدامه ثلاثه برضو اشاوس. سرعه الاداء يا كابتن مهمه قوي يا دكتور، سرعه الكوره يا جماعه مهمه جدا. لو التحرك بالاهلي عمل نص ساعه سيبك من الفرقه ضعيفه ولا حلوه ماليش دعوه، انا بقيس على السرعه والتحرك بدون كوره حتى لو فرقه كويسه مش هتعرف تعمل معاك حاجه. فهي الزمالك لو عدى النص ساعه في ماتش السوبر لان انا شفت اداء هنا والاداء هنا لا ممكن، انما غير كده واعتقد ان جوميز مش هيقدر يفتح صدره على الاهلي ويقابل ومن قدام وكده اكيد تحت الكوره. يعني انا ليا واحد صاحبي زملكاوي قوي قوي حبيبي يعني، قلت له ايه بعد الماتشين؟ قال لي بص احنا املنا في حاجه، قلت له انا مثلا هيقول لي ايه نلعب باتنين فراوده نلعب؟ قال لي املنا في حاجه، قلت له قلت له الله ربنا كبير. قال لي ربنا كبير، قلت له يا ابني طب، قال لي ترص ونخطف، قلت له اخر كلام، قال لي اخر بيحصل كلام في الكورة بتحصل. تقفل وتطلع انا الكورة بقول لحد وتخلص. كده قال لي ايه ده عيب الزمالك ايه اللي يرص؟ قلت له اه يرص الوقت ده، وبعدين دايما يقول لك الماتش ده ملوش حسابات، لا انا بقول لك ليه حسابات بقى له 10 سنين. الفرقة الكويس بيكسب بامانه. زمان كانت الفروقات قليله بينا وبين الزمالك، ايوه كانت الزمالك لو اعلى سن احنا لو احنا اعلى سن قريبين، يعني حماده عبد اللطيف هنا مثلا علاء ما يبقى لا الفرق ايه؟
صح حتى لو ده وحش كان ماتش قبل البتاع، فلا ساعه المباراه خلاص الاثنين لعيبه تقال. اسماعيل يوسف هنا، مجدي عبد الغني، بص التقل، عصام مرعي، مش عارف ريم حسن، اشرف قاسم، هاني رمزي، لا في فالفروقات ما حدش عارف مين، حتى لو انت وحش وتكسب بس انت معروف ان انت، انما بص فروقات الاهلي والزمالك دلوقتي او بقى لها فتره، وغير السبع سنين بتاع جوزيه ولا الثمان سنين الفروقات كانت قويه. فهي دي من 94 بس المباراه من 94 طبعا ده تكرار للنهائي الشهير سوبر 94، ده اول مره يلعبوا في السوبر الافريقي الاثنين في خارج مصر في السعوديه. انا حضرت جوهانسبرغ، كنت موجود، انت كنت في الملعب. كنت موجود في الملعب. الزمالك فاز 1-0 واللي جابوا ايمن منصور. وانا فوجئت بعد اذنك، كان قناص ايمن منصور. لا لا بتاع الخطفات، هو لغايه دلوقتي مسمينه ايمن السوبر. صح، بس انا فوجئت ان محدش دعاه ان يروح الماتش بتاع السوبر. فعلا ده يا راجل، ده هم هو اللي جاب لكم السوبر الوحيد اللي جه. فازاي ده ما يدعيش ايمن منصور يروح معاهم زي ما الناس بتروح؟ ما ده في ميكروباص بيحمل من العتبه الناس رايحه في كل ماتشات السوبر الاهلي والزمالك. ايمن منصور لازم يكون، لازم ينده يعني، بس ده نجم تاريخي يعني، غير كمان انه نجم السوق يعني، هو فعلا سوبر ده مرتبط باسمه، كان اول سوبر او هو تاني سوبر في تاريخ افريقيا مبدئيا، وتلعب في جوهانسبرج زي ما انت بتقول بالزبط. وكان حدث يعني، هو لسه صحيح ايمن منصور بس فلازم يدعوه يعني، هي دي يا رب يا رب. جايز قبل المباراه لسه برضو شويه، جايز هم بيجهزوا قبلها يعني، بس هو فعلا انا شايف انه لو المفترض ان يكون في اساطير من ناديين، ولو في اساطير لازم كابتن ايمن منصور بالظبط كده.